الحقيقه المسج الرئيسيه اللي احنا بننزل بيها ان احنا عايزين نميكن الشركات. يمكن في عندنا موضوع الشمول المالي، فاتوره الكترونيه، ايصال الكتروني، في بتاع ميكنه الشركات بالكامل. ده يمكن ده دورنا اللي احنا بنقوم بيه بالتعاون مع شركات زي اللي بيقدموا توكن زي دلتا مثلا، فودافون بيبيعوا الاي ار بي من خلالنا. يعني احنا بنعمل تحالفات مع شركات عشان ندي في الاخر الخدمه للشركات الصغيره والمتوسطه باسعار يعني تبدا من 600 جنيه يمكن في الشهر. السنه دي يمكن احنا نازلين باربعه مين برودكتس. الجزء بتاع الفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني لانه خلاص اصبح رسمي على كله حتى المحلات، فده جزء. الجزء الثاني بنتكلم على الانيبلمنت بتاعت الديف، الناس اللي هي ذوي الاحتياجات اصبحوا قادرين على استخدام السيستم واداره الشركات من خلال السيستم، فدي يمكن حاجه فيها مسؤوليه مجتمعيه كان لازم ننزل بيها. في جزء تاني بتاع CXO او اللي هو ده موبايل ابلكيشن لاصحاب الشركات الناشئه، نقدر نديله زي قرارات يقدر ياخدها، يدير الاي ار بي بتاع اللي بيدير الشركه بتاعته، يقدر من موبايله يقدر يعرف ان الكاش فلو بتاعي عامل ازاي، مبيعاتي ماشيه ازاي، عشان نساعده ان البيزنس بتاعه يكبر. ده يمكن شغالين عليه في شركات من 14 سنه كانوا بيأجروا، دلوقتي بقوا اشتروا السيستم بعد ما يعني حجمهم كبر بدون ما يغير في عدد الريسورسز اللي عندي. التوجه كله رايح ناحيه انت لازم يبقى عندي وان شوب ستوب. يعني احنا يمكن بقالنا معرضين ثلاثة، وده يمكن الجاي هتوقع فيه ان تحالفات الشركات او تحالفات الانظمة، الضرائب، اي فاينانس، الوزارات، شركات القطاع الخاص، تحالفها كلها مع بعض بحيث يجي العميل او اللي هو في الاخر المستخدم النهائي يلاقي كل اللي هو عايزه من توكن ومن فاتورة الكترونية ومن اي ار بي ومن مثلا معانا البوينت اوف سيل اللي هو بتاع الدفع الالكتروني والحاجات دي كلها، يلاقيها كلها في مكان واحد ويقدر ياخدها بسعر يبقى مدعم من كل دول مع بعض. ده يمكن الغرض الرئيسي اللي احنا عايزين نهدف ليه ان شاء الله.